طيب تعالوا نشوف، شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. بهدلة اهي 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 اهي. دي العصيان دي هموم، اعباء، مسؤوليات، عقبات، مشاكل. كل العصيان دي رمز لكل الحاجات اللي انا قلتها دي. الشيلة تقيلة يا ميزان، عندك مسؤوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسؤوليات في العمل، العمل للناس اللي بتشتغل، مسؤوليات لستات البيوت طبعا، مسؤولياتهم كبيرة وشغلهم كتير جدا، اذا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضه. وانا اعترف، الناس اللي بتشتغل تقريبا عايز تروح شغل تاني، تعبت خلاص، شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي. يعني هما مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه، فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس، انتوا اسعوا وان شاء الله في عمل جديد. او هتعملوا عملية مثلا، تاخدوا تدريب في حاجة بحيث ان تغيروا المكان بتاعكم، المسؤوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا مساعدة يا ميزان، الشيلة تقيلة انتوا مش عارفين تشيلوها فعلا، زي ما انتوا شايفين مش عارف يرفع العصيان من على الارض، دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم علشان تعرفوا تكملوا. شايفة قدامي The Lovers، مش هرفع الكارت ده لان عريانين مش عايزين مشاكل. The Lovers الحب، في ارتباط، لا الحمد لله رجع، ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك، اوكي، بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اولها كده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا، الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه؟ شايفة بعد، مش هيعجبك اللي انت هتشوفه فهتمشي. لا شكرا، ميرسي جدا. ممكن يكون البعد ده للناس المرتبطين بالفعل، يعني مش لازم يكونوا في اول تعارفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعارف من اوله، بس برضو ممكن تنطبق على الناس اللي اوريدي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي، لكن البعد ده قرار صائب، انت لازم تعمل كده. ليه؟ حاجة من الاثنين، يا اما العلاقة دي بتضرك فهو احسن لك ان انت تبعد عنها، او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك فيبتدي يقدرك اكتر. والله اعلم. ده حرمت انت حابب تنسحب وانسحب وقاعد بتفكر، تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص بيحب يفكر لوحده، ما بيحبش يسمع نصايح حد، بيسمع من هنا بس ما بيستجبش، بينفذ اللي في دماغه فقط. حابب تفكر، انت زعلان من حاجة معينة، منغمس جوه ذاتك يا ميزان، وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه. وافتكر الطرف التاني هيجي لك جري. بصوا اهو، انا اسف حقك عليا، اوكي. يا رب يمشي الموضوع زي ما انا شايفاه كده. شايفة قدامي كمان نجاح. The world، انت شغال على حاجة، انت بتعمل حاجة، او انت بتعملي حاجة، حتى لو في البيت، ست البيت، الراجل اللي بيشتغل، المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه، اكتمال دائرة، full circle. حاسس بفخر بنفسك. اي نعم، احنا ما بنديش لنفسنا الكريدت ده، لازم نسمعه من حد، فانا هو بسمعه لك. الشقاء اللي انت فيه ده نهايته او المردود بتاعه نجاح 100%. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها وولادها، انت عاملة شغل 100%. تخلي بنفسك وحط ثقة في نفسك، وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة، انت بتعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل، اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده، انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم، وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتوا بتعملوه. ما تستنوش ان حد يقدركم ويديكم التقدير ده من بره، ادوه لنفسكم. في حالة، في اساس لشيء، انت حاطط حاجة، ناوي تعمل حاجة كده وحاطط لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار، ممكن يكون خطوات بالفعل،
ممكن الحاجة دي تكون أي حاجة، ممكن تكون مثلا قررت إنك أنت مثلا هتصلي كل يوم، قررت أنت هتصوم اتنين وخميس، قررت أنت هتطلع حاجة لله، قررت إنك أنت هتبتدي شغل جديد، قررت إنك أنت هتتعامل مع أهل بيتك بشكل أحسن. في حاجة أنت حاطط أساسها بس لسه عايزة شغل، بس الفكرة في دماغك. اللي أنت هتعمله ده هيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت اوريدي شوف طلع لك الميزان وانت ميزان، هيزيد التوازن عندك. صوره حلوه جدا زي ما انتم شايفين، شمس طالعه وبحيره وحاجه في منتهى الجمال، يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح، الميزان في حاله حب وفي حاله ارتباط، لكن واضح ان في بعد او في فراق بيحصل، وانت حابب ان انت تنسحب شوية وتفكر لوحدك، وده قرار صائب يا ميزان. الشريك هيحس بالغلط بتاعه، هيبتدي يقرب وهيبتدي يصحب. تمام. الشريك لما هيشوفك انت بتبعت وتديله ظهرك وابتديت تفكر وتقيم العلاقة، هيحس بغلطه، هيجي ويقدم اعتذار وهيبتدي يصالحك ويرجعك ليه تاني. شيلتك تقيلة جدا يا ميزان، الارهاق واضح واضح واضح، مفيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص، الاعباء زادت عليك جدا. حاول تساعد نفسك شوية، شكلك هتدور على عمل جديد وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطط لأساس لشيء كويس جدا جدا. باظ التاني. اللي بيقول لي انت مشركة بالله ده، يعني استغفر ربنا والله يسامحك بس كده. حاطط اساس لحاجه، وان شاء الله الحاجه دي هتضيف لك توازن كويس جدا عندك يا ميزان. قرايتك حلوه قوي قوي قوي. تعال نشوف بقى الحالة العاطفيه اخبارها ايه. اوكي الصوره راحت. طب يا جماعه معلش، هو الانترنت بس حصل فيه حاجه، ممكن تخرجوا وتدخلوا تاني؟ للصوره عندي مش كويسه، لان انا شايفاه كويس والناس بتكتب كومنتس، واصله لي كومنتس عادي خالص. ها يا دينا ربنا يخليكي، ما انا سبتيني منه، بس لازم برضه اقول له حاجه، لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام، هو اخذ ذنب مش انا. ان حد شغل لي في حياتي، ممكن اعرف مين وازاي اعرف؟ احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش طارو خالص، ما اقدرش اقول لك مين وازاي. الطارو حاجه فيها اجمال، يعني فيها حاجات تتكلم ان جنرال اكتر. زي ما انتوا عارفين الطارو ما بيقديش وقت، الناس بتسالني امتى، ما اعرفش، ما بيديش وقت، ما بيديش اشخاص ولا حتى نقدر اوصفهم لك، حتى بتبقى حاجه جنرال جدا. ميزان كلامك صح، بشكرك يا ريان، واضحه وبشكرك يا هويده قوي يا حبيبتي يا بنيت دنتي لقمرين. كل الابراج اتقالت يا جماعه، وهتتعاد ان شاء الله ابتداء من ديسمبر. فاضل لنا برج واحد بس، وهو برج العقرب، ان شاء الله هنقوله بكره او بعده بالكتير. في حقيقي فعلا حصل معايا ودورت على شغل كتير. طيب يا رو، استمري استمري، دوري او حاولي تاخدي حاجه تمرين في حاجه، بحيث انك انت تترقي مثلا، تبتدي الشغل المتكاتل عليكي ده يبتدي يقل شويه. حبيبتي يا كريس يا روحي، بشكرك بشكرك احمد حسن جدا. اوكي انت عارفه، ربنا يخليكي يا دينا، فانا والله كلامك صح. طب بتعيطي ليه يا نورهان؟ ده قرايتكوا حلوه قوي. اما ازيك يا اما، اما كمان دي صديقتي، ازيك يا روح قلبي، بوسه طبعا ليكي. بشكرك يا دعاء قوي قوي قوي. احكي لك عن الحوت روان، انا حكيت عن الحوت الشهر ده. حبيبتي يا ولاء بشكرك قوي. اتكلمت عن الحوت، الفيديو مسجل موجود في الصفحه، ادخلي شوفيه، كانت قرايه برضو متميزه جدا بتاعت الحوت. طيب يلا نشوف الحاله العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي الميزان عاطفي شويه على فكره، الميزان عاطفي. الله يا سيدي، حلو قوي قوي قوي.
طيب الميزان كوين اوف كابس، اوكي، ابتدى يقيم العلاقه بعقله، ده منحي العاطفه خالص، او حاسس انه مش وقتها دلوقتي ان هو يقيم العلاقه بعواطف خالص، منحي العواطف وبيفكر بعقله وقاعد واخد حذره جدا جدا. نفسه العلاقه تكون بالقوه والصلابه اللي هو رسمها او متخيلها، بس عايز اطمنك يا ميزان، العلاقه فعلا قويه، ممكن تكون بتمر بمرحله فيها شويه تغيير او اي حاجه من الحاجات دي، لكن هي فعلا قويه. شايف شريكك ازاي؟ انا شايفه ان هو يمكن سلبي شويه، يعني قاعد ما بيعملش حاجه، انت اللي بتعمل كل حاجه، شايف ان انت شايل مسؤوليه اكتر منه، انت بتدي اكتر منه، وهو مش عايز اسميها سلبيه، بس عايزه اقول انه مش مدي نفس الحاجه، مش مدي لك الميزان، ميزانك مش مظبوط، وانت كل حاجه عندك بميزان، الميزان عندك مبوظه لك، مش مدي لك اللي انت محتاجه. في بقى هو عايز ايه؟ شريكك عايز ايه؟ هو شريكك شكله مش عارف يعمل لك ايه، يعني هو باصص على كوره كده واعمل له ايه، انا مش عارف اعمل له ايه، هو مش فاهم. نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك، يعني مش يروضك، بصوا اهدى يا حبيبي، اهدى، انا كويس والله، انا معاك، انا بس مش عارف اعمل لك، ادي لك اللي انت عايزه، بس انا بحبك، انا ومش عايز ابعد عنك، ونفسي اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس فهمني اعمل ايه. تمام، شايفك بتتغير، بتتحول، بص اهو بتتغير خالص عليه، متغير عليه. والله يا ميزان شايفه انه ملوش داعي خالص، الطاقه ما بينكم، بصوا الجمال، انا شديت كارتين عشان اتاكد، بصوا الكارت الاصفر منور ازاي، وده بيدل على الفرص، انتوا علاقتكم مليانه فرص، يعني كل لما تحصل بينكم مشكله بتدوا بعض فرص، والحياه بتديكوا فرص، وكمان معافاه وصحوه، لو كانت العلاقه دخلت في حاله ركود مثلا، ابتديتوا مثلا تملوا، وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حته، ففي معافاه، في صحوه كده هتحصل ان شاء الله. بصوا بقى اللي بياكد، لان الكارت كمان اكد لي المعلومه دي. اول حاجه هنا في عطاء بقى، هنبتدي ندي شويه، في عطاء، افتكر العطاء ده هيبتدي يبان للشريك لو قراءه المجموع الحاله العامه انطبقت فعلا، وانت اديت لشريكك ظهره، هيبتدي هو يجري وراك، ويبتدي هو يصالحك، فهيبتدي يقدم حاجات اهو، بصوا هيبتدي يدي لك حاجات، ميرسي يا عمر جدا. وهنا حب، مشاعر جديده هتبتدي تدخل جواك، وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعه جدا للتغير ده وللمبادره اللي هيعملها شريكك، وهتبقى فرحان بيها جدا، وزي ما تقولوا حبكم هيتولد من جديد، كانكم بتشوفوا بعض لاول مره وبتحبوا بعض لاول مره، وحاجه في منتهى الجمال. الناس اللي مستنيين اطفال، ده كمان كارت الاطفال، ممكن ان شاء الله يحصل حمل الشهر ده، وهيدي تاني، وهيفضل هيستمر الشريك في ان هو يدي لك اكتر، وانت كمان تقريبا انت كمان هتدي له انت كمان، وعلاقتكم زي ما قلت لكم استلفني ايه يا ابني، انا عايزه استلف ولا عايزه حاجه، ابعد عني. فيها فرص كتير كتير، مليانه فرص، العلاقه حلوه قوي يا ميزان، والصراحه شريك الميزان لازم يكون يعني يحس ان هو محظوظ، قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان. الصوره فيها حاجه فعلا ولا كده ظبطت؟ اه ده هي الكاميرا ما كانتش نظيفه بس. اوكي الكومنتات راحت فين؟ الكومنتات راحت فين؟ حد يكتب كومنت كده يا جماعه. طيب ارجع تاني. اوكي الكومنتات واقفه، حد يكتب كومنت كده؟ هو الانترنت شغال كويس اهو، امال ايه اللي حصل؟ طب انا هكمل قرايه ان شاء الله، هي هترجع لوحدها. سوري يا جماعه انا مش شايفه كومنتاتكم خالص.
ولاء او راشد حد بليز يقول لي الصوره حلوه وكله تمام. طب انا مش شايفه كومنتات ليا لولو، مش شايفه كومنتس، مش شايفه كومنتس خالص. ثواني كده انا هكتب اي حاجه.